بالنسبة لهذا الموديل الأول، دائما باستعمال الباترون الإنجليزي الخاص بالبنطلون الكلاسيكي. البنطلون الكلاسيكي يتوفر على بنسة في الأمام وبنستين في الخلف، كان هذا هو الدرس من الباترون الإنجليزي. البداية ستكون في الأمام، توجد عندي طية على مستوى منتصف الأمام، سأقوم بقص الباترون بهذا الشكل. الآن سأقوم بإضافة قيمة الطية، يمكن أن تصل إلى 8 سنتيمات، ثم أقوم برسم خط مستقيم، ثم أضع القطعة الثانية للأمام. هنا سأقوم بتحديد المنتصف أي 4 سنتيمات، ثم سأقوم بعمل زيادة على الجانب أي قيمة الاتساع في أسفل البنطلون، بالنسبة لي ستكون 5 سنتيمات في اليمين وأيضا 5 في اليسار. ثم سأقوم بإيصال هذه النقاط هنا مع خط مستقيم بهذا الشكل. نفس العملية بالنسبة لهذه الجهة، وهنا مكان الطية وهنا نهاية الطية، أي سنقوم بخياطة هذا الجزء. أي أننا سنقوم بطي 2 سنتيم من اليمين و 2 سنتيم من اليسار. وهذا هو الشكل النهائي. سنقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف. قمنا بقص الباترون في المنتصف،
ثم قمت بعمل التوسعة 8 سنتيمات نفس القيمة، وهنا أيضا ستكون نفس قيمة الاتساع أسفل البنطلون. على مستوى الخصل تم عمل شريط اللاستيك بالنسبة للخلف، أي قمنا بعمل كشكشة بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي. يمكن الاستعانة بهذه المانكا هنا الخلف الأمام والجانب لرسم الموديل، ثم نقوم بشرح الدرس. هنا قمت بالصيانة بالمانكان وقمت برسم البنطلون بالطيات، وهنا سأقوم بشرح أو بعمل شكل الباترون. هنا قمت برسم الخطوات التي قمت بإنجازها لاستخراج البنطلون، هنا قيمة الزيادة وقيمة الطية في المنتصف، وهنا قمت بتلوين قيمة الزيادة في البنطلون الأصلي، وهنا مكان الطية. نفس العملية بالنسبة للخلف، وهذا هو شكل الموديل. بالنسبة للموديل الموالي هنا عندي طول السرج بالنسبة لهذا الموديل هو أعلى، وهنا شكل البنطلون مستقيم. الاختلاف هنا فقط سيكون في الزيادة على مستوى الخصر بالمقارنة مع هذا الشكل. هنا في قناتي الثانية قمت بشرح لدروس للباترون الإنجليزي الخاص في البنطلون. هنا البنطلون الكلاسيكي بالبنسات على مستوى الخصر، وهذا بدون بنسات، وهو يكون بشكل رياضي. نقوم باستعمال اللاستيك على مستوى الخصر، وهذا الأخير هو خاص بالجينز. طول السر في البنطلون الإنجليزي يكون عالي. هنا في هذا الدرس قمنا بحذف 4 سنتيمات. إذا كنت تريدين علو السرج أكثر يمكنك استعمال الباترون الكلاسيكي وتضيفين 4 سنتيمات أخرى أو 2 سنتيم على مستوى الخصر. في الموديل في الأمام يوجد عندي بانستين، أي يجب إضافة بانسة أخرى على هذا المستوى، أي سنقوم بعمل زيادة على مستوى محيط الخصر. أي عند رسم الباترون للبنطلون تكون كل القياسات نفس الدرس، فقط على مستوى الخصر سنضيف قيمة 4.25 سنتيم للعمل قيمة البنستين، أو يمكن الاستعانة بالباترون الأساس كما أفعل الآن، ثم نقوم بعمل زيادة للبنسة على الجانب.
هنا الجانب. الآن سأضيف قيمة البنسة الثانية في الباترون الإنجليزي، نضيف قيمة 2.25 ونقوم برسم بانسا. قيمة البانسا يكون 2 سنتيم، أي نقوم بالحصول على أريحية بالنسبة للخصر. قمت بتحديدها بهذا الشكل، ثم نقوم برسم خط مستقيم إلى نقطة الأوراق. سأقوم بالابتعاد مثلا بثلاث سنتيمات أو 4 سنتيمات، ثم نقوم برسم البنسة ويكون هذا هو الشكل النهائي. عند طي قيمة البنسة أحصل على نفس قيمة الخصر. البنسات يتم إنجازها بهذا الشكل بشكل طيات على مستوى الخصر. بالنسبة لقيمة التوسعة، ابتداء من الركبة سنقوم بعمل نفس القيمة، نفس الاتساع أسفل البنطلون. هذا هو شكل البنطلون بقيمة الطيات. هنا سنقوم بتحديد نفس قيمة الركبة أسفل الرجل، أي سنقوم برسم خط مستقيم يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي. لاحظوا معي قيمة الاتساع أسفل الرجل تكون بهذا الشكل. هذه القيمة، قيمة الاتساع، نقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف. بالنسبة للموديل الموالي تقريبا نفس الطريقة. هنا درس الأساس، يمكن عمل أو الصعود بإثنان سنتيم على مستوى الخصر. وهنا سنقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة ابتداء من هذا الخط كما تلاحظون لعمل توسعة. أيضا ابتداء من عرض الأوراق نفس القيمة بشكل خط مستقيم، أي هذه القيمة مساوية لأسفل البنطلون. هذا هو شكل البنطلون. قيمة التوسعة تكون بهذا الشكل. هنا مقارنة مع البنطلون السابق التي تكون قيمة التوسعة ابتداء من الركبة. نقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف.